في الفقره دي وهي اخر فقره معانا هخيرك ما بين حاجتين، برشلونه ولا ريال مدريد. يعني انا ما بشجعش الا الاهلي، يعني ما فيش فرقه بشجعها وابقى منفعل وكده يعني، بس يعني الواحد ممكن يميل اكتر لريال مدريد. المدرب الاجنبي ولا المدرب الوطني؟ الاجنبي ولا الوطني؟ يعني في الاهلي الاجنبي. اكل مامتك ولا اكل مراتك؟ السؤال ده يعمل مشكله صح؟ لا لا خالص، هي مراتي عارفه اكل مامتي. فعلا؟ لبس سبورتس ولا لبس كلاسيك؟ سبورتس. قهوه ولا شاي؟ ولا ده ولا ده. ما بتحبش ولا القهوه ولا الشاي؟ ايه الحاجه اللي بتحبها؟ الحاجات بقى ينسوني يعني معظم الوقت. وليد سليمان مانع عننا حاجه. اي حاجه فيها فايده، لازم حاجه مشروب يبقى فيه فايده. بجد؟ اه. اشمعنى؟ يعني الحاجات بقى المفيده الطبيعيه، الجنزبيل، النعناع، اليانسون، الحاجه شاي بقرفه، يعني حاجه يكون فيها استفاده. يكون فيها استفاده فعلا. اللي بتشربه. طيب بتحب الصيف اكتر ولا الشتاء؟ الشتاء. خروج ولا قاعده في البيت؟ قاعده في البيت. فعلا؟ اه. بيتوتي يعني؟ اه. شكل ما يديش صح خالص. طب مراتك عندها مشكله في الموضوع؟ لا بتحب البيت زي. فعلا؟ اه. بنت اللي مش عايزه تقعد في البيت. بنتك اللي عايزه تخرج. جوه مصر ولا بره مصر؟ جوه مصر. جوه مصر فعلا؟ جوه مصر. تمرين ولا اجازه؟ تمرين. محشي. اجازه بين الموسم والموسم. اجازه ممكن بين الموسم والموسم، ما بناخدهاش خالص دي مفتقدينها، لكن تمرين الواحد بيحب التمرين. محشي ولا ديك رومي؟ محشي. متاكد؟ متاكد. انت مستغربه ليه؟ ما بتحبش الديك الرومي؟ بحبه، بس انت بتساليني المحشي بحبه اكتر. المحشي بتحبه اكتر. اه. طب اكل بيتي ولا اكل بره؟ لا بيتي. شخص بيتوتي جدا. اه اكل بيتي. اه يعني الاكل بره ممكن اعمله في البيت، احب اعمله في البيت يعني. نورتني يا كابتن، مبسوطه جدا بالحوار معاك، ونورت البرنامج ونورت شاشه قناه الاهلي. انا كنت مبسوط ان انا معاكي، وكانت حلقه جميله، وفعلا في اسئله كتير اول مره تسالها، فبشكرك وان شاء الله الناس تتبسط بيها. وكل سنه وانت طيبه، وكل المشاهدين وجمهور النادي الاهلي بالف خير. مشاهدينا، دي كانت حلقتنا مع صاحب الدم الخفيف كابتن سعد سمير. اشوفكم على خير في حلقه خاصه جديده مع نجم من نجوم النادي الاهلي.